لك شو يعني معقول ما بتعرفي لوين راحوا؟ اسمعي، أنا بعرف إنهم التقوا، بس هاد كل شي. كل همي كان إنهم نصالحهم مع بعض. يا ترى ليش ما فيني صدقك؟ صدقتي أو لا تصطفلي، هن نلتقوا بالحديقة، بس ما عندي فكرة شو صار معهم بعدين. آه عن جد؟ خلاص اهدوا شوي، عم ندور عليهم. سيدي، 2 تليفونات مسكرة. هيك بيختفوا بلا ما يخبروا حدا؟ إذا عاكف بيعملها، الكر ما بيعملها. طمني، طلعت النتائج دكتور؟ ايه معلم، طلعت النتائج. ممتاز، الراس الكبير هلا رح ينبسط كتير. بتشكرك. كيف وين نحن؟ نحن رح نطلع من هون. يلا يلا. مرحبا، عم اتصل حتى خبرك بنتيجة التحليل. هي هلا وصلوا. اول ما وصلوني اتصلت بحضرتك. النتيجة عن جد مفاجأة كبيرة، الاثنين متطابقين بنسبة كبيرة كتير. اصحك يطلع حسك، وإلا رح أعمل عملية لصديقك من غير مخدر وخلي يروح فيها. إيديك فوق راسك لشوف. ممتاز. وين تليفونك؟ يسار، جبتي اليسار. كيف؟ مع مين عم تحكي؟ إليف، مالي حافظ غير رقمها. يا ربي، وين اختفوا هدول الاثنين؟ اهدي شوي، ما في لزوم للخوف. ردي إليف، شوفي مين. ايه بس ما بعرف الرقم. ايه معلش ردي. الو؟ إليف، انا عاكف. عاكف؟ خبري الشباب بالعنوان اللي رح أعطيك إياه. عاكف وينك أنت؟ انشغل بالنا عليك. لا أنت ولا إلكر إلكون أثر. لأنه نحن سوا. كيف؟ شو عم تعملوا؟ إليف، المايسترو خطفنا. خدي العنوان من الشاب. إلا بسرعة. شارع سالم رقم 24 سيفاكوي. سمعتي إليف؟ سمعته سيفاكوي. خلص سمعته. خلص العنوان صار عنا. يلا استعجلوا يا شباب. يلا ايه ماشي معلم. بس نحن في عنا مشكلة بتتعلق بمهاجر. ايه هو عايش، بس قبل ما يتقوص من الممكن انه يكون حكى شي لعاكف. شو بنقتله معلم؟ حضرتك متأكد؟ طيب مثل ما بتقول. انتو خدوا إلكر وعاكف على السيارة، المعلم ناطرهم، وأنا عندي شغلة صغيرة. أمرك. خلصوا بالحاكم. أمرك. وين اختفوا هدول؟ شكلهم هربوا، راحت علينا. أوه.
عملت كل شي بيطلع بإيدي كرمالك، بس للأسف أنت بكل مرة بتخجلني وبتعملي مشاكل مع المعلم. شو هالصوت هاد؟ روحوا شوفوا. الحظ هاد اللي بيقرب، رجعوا خربوا كل شيء عن جديد. ماجر، انت شو عم تساوي؟ هذا انا ماجر، ما عرفتني؟ انا عرفتك منيح، بس انت عرفتني يا ترى. ولو انا عرفتك، شو قصدك بهذا الحكي؟ قصدي من شوي لما كنت حاطط المسدس براسي كنت بتعرف انا مين بكون؟ ماجر ليك لا تجن، داريتك لسنين وحطيتك تحت جناحي انا، فهمت؟ ايه بس انت نسيت كل شيء وحاولت تصفيني. لك ماجر، هذا ماجر. ماما كيف هيك؟ رح يهرب، انا رح الحقه، غطيني. لك اجينا لندعمهم بشكلهم شباب مبلشين من زمان. الله يكون بعونك. ديروا بالكم يا شباب، الله يحميكم ويوفقكم. آمين سيدي. تمام سيدي. فايزة خليكي بالسيارة واصحك تنزلي. خلونا نفوت. يلا يا شباب، بسم الله. ماجر! واقف عندك، ما رح اشفع عليك. اترك سلاحك. انت كمان يا زلمه،
حتى وأنا عمود ما خلصت منك. واقف لشوف، أنت لسه ما بتعرفني منيح. لف لعندي على مهلك، لف. بالمرة الماضية أنت اختبرت صبري كتير، وقتها كانت الظروف غير. شو اللي تغير هلا؟ بعد ما مات مايسترو، أنا هلا أغلى من قبل بالنسبة إلك. مايسترو مات؟ كيف؟ أكل رصاصة بنص رأسه. لا تقلق، أنا متأكد إنه مات، لأنه أنا أوصه. تعالوا لك، وين عم تهرب؟ ليكو بلدا مفكر حاله حجبها. شوفوا أخي، هذا الزلمة كل فيوزاته مضروبة. إلكر، أنت منيح؟ إيه أنا منيح. وينو عاكف؟ عاكف لحقه لماجر. لحقه لماجر؟ ماجر نفسه؟ إيه، ماجر طلع عايش. بسم الله. شو الحكي؟ خلوكن هون ماشي؟ وقف، إني لوين رايح؟ بدي لاقي عاكف. عاكف؟ لا تقرب مني، نزل سلاحك. رح تضطر تقنعني. فيني جرب، بعرف عنك شي كتير مهم ما بتعرفه. ولك انت ما بتعرف شي عني، لا تكذب علي. ولك حكيت لك عن إلكر كمان مون. عاكف، شو عم يقول هاد؟ ما عم يقول شي أبدا، عم يخرف لحاله. اسمعوني لشوف، اسمعوني منيح. إذا بتتركوني هلأ رح قلكم كل شي. إذا قلت ولا ما قلت ما لفرق معي بنوب. أنتوا الاثنين، أنتوا أخوة. شو هالحكي؟ شكل الرصاصة اللي بنص راسك أثرت عليك. اسمعوني، هذا الصرف في شخص تاني غير بيعرفه كمان. مين هو؟ أبوكم. ولك لا عاد تحكي حكي فاضي ولا؟ أنا أبي متوفي، عم تفهم؟ وأنا كمان. متأكدين؟ بكفي. طلع فيني، ما حأرحمك، والله ما حأرحمك، بروحك وبروح حالي معك. أبوكن لساته عايش وعم يدور عليكم. وأنا الوحيد اللي بقدر أخذكم لعنده. أنت عن جد عم تحكي؟ شو بيعرفنا أنه مانك عم تكذب؟ أنا فيني أثبت لكم كل شيء، صدقوني أنتوا أخوة.
بعد واضح. امشي تحرك يلا ضرب قوم قوم عود احكي لشوف كيف نحن اخوات احكي شو بيعرفني روح اسال ابوك خليه هو يحكي لك شو بقولها ما لقيت غير هالكذبه بس انا ما عم كذب هلا قال ما عم يكذب ولك كلك على بعضك كذبه اذا حكيت ابوكم بده يقتلني اذا انتم بتوعدوني انكم تحموني منه وما يأذيني باخذكم لعنده لسه بيقول ابوكم انا بعرف مين هو ابي مات قبل سنين عم تسمعني بس اللي مات مو ابوك الحقيقي لك من وين طلعت لي بقصه الاخوه احكي روك الزلمه خليه يحكي هذا الزلمة كذاب انت مستحيل انك تكون اخي انا لو كنت ما رح كون اخوك وبس والكبير كمان لا اخو لا كبير مستحيل تكون قريبي انت مجنون شي كأنه انا كتير طاير عقلي اني كون اخوك اساسا اطمن هو عم يكذب انا ما عم كذب كيف بدنا نعرف انك عم تحكي الحقيقة وكيف بدنا نتأكد انتم مضطرين توثقوا فيني لك ليش لحتى نثق بقاتل المعلم صالح؟ مجبورين توثقوا فيني لأني ما عندكم أي خيار تاني أنا ما بفهم هالحكي لا تخليني أفتح لك طاقة براسك هلا قنبلة شو؟ شو؟ عملاء إرهابيين رح يدمروا اسطنبول ويحولوها لجهنم أنت شو عم تحكي؟ احكي مثل العالم شو قلت؟ عم يكذب كذبة ورا الثانية لينقذ حياته يلا اوصل وانت قلتها هن عاملين وكر كبير بمنطقة التلة اذا بدكم بعطيكم العنوان روحوا شوفوهم بعيونكم انت واحد حيوان وكذاب نعم سيدي حاكم بعرف طلعتوا على أساس عندكم مهمة وشغل لوين رحتوا؟ عم نقضي شغلة صغيرة سيدي راجعين فورا اسمعني منيح لتكونوا رجعتوا تتقاتلوا مرة تانية شو نتقاتل سيدي؟ قاعدين نتحكى بس من أخ لأخوه هلأ اتصلوا معي من الاستخبارات في كم عميل إرهابي داخلين على منطقة التلة وبحسب المعلومات طالعين وبدهم يحرقوا اسطنبول ويدمروها خود إلكار وتحركوا دغري لهنيك اي فهمت سيدي اللي قالوا طلع صحيح طيب سيدي جايين فورا وصل الخبر للمهام الخاصة ما هي؟ ايه وصل بعد شوي بيكونوا عنا في شخص طلع لبرا كيف الشغل؟ قربنا نخلص منيح انتو اثنين تعوا معي خير معلم بدون حكي في عنا مهمة صغيرة يلا تعالوا وهلأ صدقتوني ما هيك فهمتوا اني ما كذبت عليكم لك ولك بتسكر بوزك وقلق بقتلك والله بقتلك اسمع اذا رح تضل تتصرف هيك رح صدق عن جد انه نحن اخوة بعدين شو عم تقول؟ ليش هيك عم تحكي؟ صراحة أنت كمان طلعت بتشبهني
ونفس طباعي أنا. ترك الزلمة، لازم نروح بسرعة. هاد وين راح نخليه؟ راح يستنانا لنرجع، وأول ما نخلص شغلنا بنرجع دغري. مثل ما أنا حكيت وشفتوا بعيونكم، شو عم تعمل؟ رح خلصك من وجعك نهائياً. لما تموت وتنقبر ما رح تعرف إنك تكذب بقى. لا تعمل هيك، أقول بعدين. لا. يلا بقى، خلصنا مشان نمشي. تمام، يلا تلو أخي. لك حاجة تقول لي أخي؟ بيكفي بقى. ماشي يا أخي، يلا قوص عليه. إذا بدك أنا بساعدك. يلا. أنا رح روح لعندهم ولهيهم، أنتوا لفوا يمين ويسار من وراهم وطوقوهم، بس لعلمكم بدنا ناخذ الرجال عايشين. إيه ماشي، يلا. ألو، وأنا كمان بالمكان، بس كأني ضيعت شوي، مو كان بيتك بهذا المكان؟ يعني أنا بالعنوان الغلط؟ أخي، شوف لي هذا العنوان مزبوط يا ترى؟ إيه هذا مزبوط، أنت عمين عم تدور؟ هذا هو. ارفعوا إيديكم لفوق أنت وياه ولا أوعى تعملوا أي حركة غلط. أعطيني سلاحك. هات لشو. بالمناسبة رح جاوبك على سؤالك، كنت عم دور عليكم ولقيتكم. يلا هاتوهم. يلا نزيل عندي لشوف. زيلوا لك. برأيك هذا الزلمة صادق؟ كذب له كذبة وصدقها، مفكر هيك بيأثر علينا. وإذا طلع حكيه صح؟ لك حاجة تخرف. كأنه نحن منشبه بعض من جنب بس. لك ولا بتلف هالموضوع وإلا بتندم بعدين. ها خوفتني، احكي لشوف شو رح يصير. الكذبة اللي حكاها هذا الحقيب ما حدا رح يعرفها غيرنا. سمعت شو عم قول؟ وانا كنت مفكر حط اعلام بالجريدة، بالذات بالفرع. لا تحكي لأي حدا. تقدر تضبه لتمك؟ هلأ بضب تمي انا، بس ما بعرف اذا انت بتقدر تضبه، لانه اذا ضل الوضع هيك ما رح يبقى شي مخبى. سوء، خلينا نروح. ماشي يا اخي، رح نروح. أخيراً انقلعوا. يلا خلينا نفوت. وينكم لهلأ؟ يلا بسرعة رح نتأخر. حاضر معلم. لحقوني يلا. سيدي وين كنتوا لهلا؟ ليك ناجينا. الله وكيلك، كنا كمان شوي رح نخبر المغفر ليلاقوكم. بلا كترة حكي، خلونا نشوف شغلنا. عكيف صاير معكم شي؟ لا، مثل شو يعني؟ ما بعرف، بس حاسة انه انتوا الاثنين وجوهكم مانا طبيعية. من النسر 3 للنسر 5، من النسر 3 للنسر 5.
الصوت واضح؟ نعم سيدي، الفريق الأول جاهز ومستعد لأوامرك كلها. كيف اليوم بتشوف رح يكون التنظيم يا ترى؟ عاكف، أنت روح على الحارة الورانية. شو شباب؟ قلبتوها جد؟ اسمع، هدول شكلهم قلبوها عداوة والله، خايف إنها تصير مشكلة عن جد. سكوت بالتا سكوت، كشبر هو بعيد يا زلمة. هلا لو كان على كيفهم كانوا أكلوا بعضهم بلا ملح. كان ناقصنا فلسفتك أنت الثاني. سيبو، وين عناصر الاستخبارات؟ ما بعرف رقيب إيكر، بس كانوا عم يستنونا. شو بدنا نعمل هلا بهدول؟ نقتلهم ونخلص منهم؟ ليش لحتى نحن نوسخ ايدينا بدمهم الوسخ؟ المهام الخاصة بأوسوهم أحسن. خدوا هدول حطوهم على راسهم. وانتوا البسوا هدول. خد هاد، حطوا هدول، وحط هاد. يلا ماشي معلم. طلعوا انتوا الاثنين، بدي منكم استقبال حلو يليق بالمهام الخاصة. يلا. لك اهدى، سكروا تمون منيح، من هون ما رح تطلعوا إلا جسس وعلى قبور دغري. سيبو، إليف، أنتوا على الجهة اليسار. أمرك سيبو. أمرك. بالتا، أنت معي. كارلوس، أنت لاقيلك مكان مناسب. أمرك سيدي الرقيب. بترجاكن خدوني معكن، بحملكن سلاحكن، والله بشتغل منيح. عاكف، خليك قريب ولا تساوي شي من راسك. لا شباب، شباب لو سمحتوا، بذكركم نحن هلأ بمهمة. لما منكون عم نحمي حياة الناس بمهمة وانتو عندكم مشكلة، رجاء بتروحوا تحلوها بمكان تاني. لو سمحتوا. ايه معه حق. لو سمحتوا، رجعوا لشغلكم. انتو الاثنين حاجتكم. عاكف! عاكف ارجع لهون! عاكف! عاكف! وانتو عم تتلاسنوا كانت شوي تاني راحت علينا. عاكف اطلع بسرعة من هنيك! غطوني انتو! سمعتو! لك ارجع لهون! عاكف خليك! اطلع. تمام. عاكف لا تروح، واقف. عاكف وقع مسدسه. عاكف، عاكف انت منيح؟ سمعني صوتك. عاكف رد علي. عاكف، عاكف. بلتا، بلتا وقف، خليك بمكانك واصحك تطلع. شو رح يصير بعاكف؟ خليه دبر راسه، انت اهتم بالمسلح فيك. ليش هيك عم تعمل إلكار؟ وقفي إليف، لوين رايحة؟ بدي شوف عاكف. لك لا تروحي، قلت لك بدي شوف عاكف. خلاص خلاص، انت روقي، انا بروح بشوفه. شا
شباب احموني. ماشي. عم يندق الباب. اوعك تفتح لمين ما كان. بركي واحد منا. طيب استنى شوي. ايه شباب عاكف منيح بس ما بعرف وين موجود هلا. ساعدوني ساعدوني انا متصاوب. افتح له هذا واحد من جماعتنا ومتصاوب. اوعك يطلع صوتك. اوعك. الله يلعنك يا حقير. انتوا رح تروحوا من قدام. بدي اياكم تلهولي المهام الخاصة، وإذا استدعى الأمر لا تتردد وتعرضوا روحكم للخطر. منين بجيب الأفكار الحلوة أنا؟ بس كأنه فيلم عم ينحلق. بس ما يكونوا جماعتنا من الاستخبارات. عاكف اسمعني منيح، انتبه للرجال اللي جوا منيح. الاثنين مقنعين هن شرطة، سمعتني؟ عاكف انت عم تسمعني خبرني. عاكف سامعني؟ عاكف وينكن انتو؟ سيبو بالتا. لك مشان الله ما في حدا عم يسمعني. اللي عاكف جوا بخطر، مقنعين هن شرطة. الو الو. الله لا يعطيك العافية. انت الثاني. شرطة ارموا سلاحكم بسرعة. خليكم مكانكم. ارموا سلاحكم. يلا ارموا. ارمي سلاحك على الأرض. ارمي سلاحك. سيبوه بالتا. يا شباب ما حدا عم يسمعني. شو بكون أخي كرمال الله خلي واحد منكم يخبر عاكف ما يتهور.
الله يلعنك انت الثاني. عم يقاوم كثير. وين صفي الكار؟ ها على الاغلب راح يلحق عاكف. بالتا اوصى بقى لهالزلمه. يلا تعوا ورجوني مراجلكم، اذا كنتوا رجال واجهوني. شو عم يقول هاد؟ قال تعوا اذا رجال. بهالحاله انا هون بقيانه. انت ارتاحي طبعا، انا اصلا بضوج من هيك شكيلات مجانين. يا الله شو عم يعمل هالمجنون هذا؟ الله محيي أصلك. عاكف ما رجع؟ ليش ما كنتوا سوا؟ ويا رجع اكتب هذا كمان. أكيد اقتحم لجوا، أنا اللي بعرفه. إن شاء الله ما يكون عمل هيك شيء. عم اقول لك ارمي سلاحك، يلا! يلا بسرعة! ارموا سلاحكم! يلا! على الأرض! ارمي سلاحك! لك أنت شو عملت؟ عاكف! وقف! الأرض! بطح الأرض! بطح! بطح! بسرعة ولا عاكف! بطح ولا عاكف! عاكف أنت منيح؟ عاكف مشان الله رد علي! عاكف رد علي! عاكف! عاكف! سيدي رد علي! بطحوا! عاكف! سيدي رد علي! سيدي شو صار لك يا سيدي؟ نحن شرطة! نحن شرطة! ايه شرطة؟ نحن الاستخبارات؟ شرطة! نعم! عاكف! الكل انت شو صارت؟ عاكف! عاكف! ولك! ولك انت شو عملت؟ لك ليش عملت هيك؟ عاكف! كيف بتعمل هيك؟ بلتا! كيف بتوصل المعلم عاكف؟ يلا فاهمني! بلتا اهدى شوي! بلتا خلاص اهدى! اللي! بلتا اهدى شوي! شوف! كيف اللي! لك اللي! تركني يلا اتخ يلا! اللي احسن ما عليك! يلا! تركني وبعد عني! لك انت وياه؟ بلتا! بلتا! لك شو صار جنيت انت؟ كان قوص عاكف! شو؟ بعد ايدك عني! عاكف تقوص؟ الكر اللي عمل هيك؟ لا تخافوا، الرصاصة بالسترة. أخي عاكف. شو عم يصير هون؟ شو هذا الصوت؟ آسف سمعنا صوت قواص برا. لا تطلعوا لبرا، فوتوا لجوا. يلا بسرعة خيلا فوتوا لجوا. بسرعة خلونا نهرب. فوتوا لجوا. فوتوا. خلونا نهرب بسرعة. بسرعة اهربوا. بسرعة يلا. بسرعة. وين اختفى هاد؟ أنا هلأ رح أطلع من هون، بس أنتوا لازم تبعدوا عن طريقي بسرعة. سمعتوني منيح؟ وإلا منموت سوا، الخيار بإيدكم. ألو؟ عاكف؟ نسيتوني بالخرابة ورحتوا، أنت بذكركم بحالي. ماجي؟ برافو عليك، طبعاً عم تشتغل ومانك فاضي. ما علينا، رحتوا على العنوان يلي عطيتكم إياه؟ القنبلة موجودة؟ انت شو عم تعملي هون؟ كنت هون عم اسمع حكيكم. كل شي سمعتي مانو مزبوط. انت عم تخبي عني الموضوع؟ ماني مخبي شي، تركيني بحالي. الكر وقف، انت مجبور انك توضح لي. انا ماني مجبور وضح اي شي لأي حدا. خلصنا بكفي حكي فاضي، روحوا، ما بدي اشوف واحد منكم قدامي. اذا بتتكرر اقسم بالله لحطكم بالمرور تكتبوا مخالفات سيارات. مضرب خدو، إذا متضايق بتضرب حدا فيه وبتروق. لك هلأ أنت مو قدمت لي عرض زواج مرة؟ إيه قدمت. وأنا كمان مو قبلت فيه؟ إيه قبلتي. إيه معناتها هي رح تلزم مشان الزواج. فوت السيارة لجوا وغير النمرة وركبوا القنبلة. ماشي.